عشرة يوما على فراق مشيريتشات إدريس ديبيتنو، الرجل الذي عرف بالبسالة والشهامة على جميع الأصعدة والمستوى الداخلي والخارجي للبلاد، وكانت من أولوياته الأمن والسلام. حدادا لروح الفقيد نظمت بلدية بلتين يوما لتقديم تعزيها لأسرة الشهيد وشعب التشادي عامة. بدأت المناسبة بتوزيع المصحف الشريف على الحاضرون وقراءته مرة واحدة على روحه، بحضور القادة الإدارية والشيوخ التقليدية ورجال الدين. حبيب الدودو عمدة بلدية بلتين ببالغ الحزن والأسى مقدما كلمته التي جاءت مواساة لأسرة الراحل وإنجازاته، سائلا له المولى الرحمة والمغفرة. نقدم تعزية الحارة لرئيس فخامة محمد إدريس ديبيتنو وعسرته وكل التشاديين والتشاديات، ونطلب من كل أخواننا التشاديين والشباب نترابطوا ونخلي عندنا كل الفتن ونكون ضد الفتن وضد الإرهاب، وإن شاء الله بلدنا يكون في أمن واستقرار. سائلين الله له الرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه لراجعون. 12 ختمة قرآنية قرأها سكان مركز إداري لجون غانا بمحافظة شاري بولاية شاري باجرمي، وذلك تضرعا إلى الله بأن يرحم فقيد الأمة التشادية إدريس ديبي إتنو ويحفظ بلادنا من كل سوء. في كلمتهم الترحيبية عمدة لجون غانا ورئيس مركزها أوضح بأن سكان لجون غانا عزموا أن يشاركوا في هذه الدعوات التي يقوم بها أبناء هذا الوطن في هذا الوقت العصيب. القرائن العودة 12 دا قلنا ثواب دا قال يلحقوا لروح المشير إدريس ديبي إتنو، يعني هنا ببركة القرائن دا الله ينزل علينا الأمن والاستقرار في البلد. سلطان مدياغو محمد مؤمن قال إن رئيس الجمهورية الراحل إدريس ديبي إتنو عمل الكثير من أجل تشاد، لذا أنه يستحق كل هذه الدعوات الخالصة. أما محافظ شاري عمر بركوتو أفاد بأنه فلنعمل جميعا من أجل وحدة الوطن حتى تذكر الأجيال ما فعلنا، كما يشاد الآن بالتضحيات التي قام بها ديبي. وفي هامش اللقاء رفعت الأيادي تضرعا إلى الله بأن يحفظ تشاد من كل سوء. النداء عام لكل التشاديين في الخارج سواء في الداخل لوحدة الصف وللحوار الوطني وللوقوف مع الدولة في مكتسبات الدولة ومكتسبات الشعب. لازم أن احنا نقيف كلنا كشعب تشادي نفكر في لغة الحوار، لغة السلاح والحرب أن احنا ما بيخدمنا. القاعدين في سواء في الخارج خليه يجي للحوار، للحوار الوطني، خلينا نجي نقعد نشوف التفاوض. لغة الحوار أفضل من أي لغة تانية، ونحن ما نتمنى لشعبنا ده الأمن والاستقرار، ونحن علينا نحمد الله في جاد في أمن وفي استقرار. مدام ما في أمن واستقرار ده نحن لازم كلنا نلمه ندعم الأمن والاستقرار ده، ونكون نحن لنا دور كبير في هذا المنطلق. ندعو كل سلاطين جاد وكل ملوك جاد وكل الشيف ده تريبيان جاد وكل شيوخ الحارات عن التشاد في كل مدينة. الشعب الناس لازم يكونوا متوحدين، يكون كلامهم واحد على أساسه الأمن والاستقرار بتاع المنطقة بيجي من الشعب. طاري أنشطته المتوالية لمشروع تعزيز المرونة المناخية للإنتاج الزراعي والتنمية المستدامة بسلامات، تجيء هذه الجلسة التفاكرية حول تقوية الكفاءات وتعزيز قدرات طاقم العمل. جمال أحمد إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة في مقدمة حديثه شكر الحضور متطرقا إلى جهود الحكومة التشادية والبنك العالمي على دعمهم الثابت من أجل نجاح وتنفيذ برامج المشروع التي تهدف إلى تنمية المجتمع. يذكر بأن مشروع تعديل المرونة المناخية للإنتاج الزراعي والتنمية المستدامة تم إنشاؤه عام 2009 من قبل الحكومة التشادية وبدعم من البنك العالمي، ويعمل الآن بثلاثة ولايات.